جاكواري، لعبة قصة رعب. هي نفس الشركة اللي سوتها، نفس الشركة اللي سوت لعبة Until Dawn، سوت Mad of Maiden، سوت Little Hope و House of Ashes. وما أدري إذا كان في بعد House of Ashes شيء، لكن في عندنا هنا The Quarry. فأنا متحمس اللعبة لأنها رعب، يقولوا أنها رعب غير عن اللي فاتت. أنا أعرف Until Dawn كانت رعب، ذكرتي ضعيفة فيها لكن كانت رعب، لكن يقولوا هذه مرعبة جدا، والسيناريو حق القصة ممتع جدا. فأنا متحمس اللعبة، متحمس لي اللعبة. ما أعرف ولا أي شيء عنها، لا أخبار ولا أي حاجة، بس إنه كده يقولوا رعب حقيقي موجود في اللعبة. فبسم الله اللعبة. يقولوا السبتايتل فيه عربي لكن ماني شايف لغة. هذا كالر، هذا أودن، إيش يعني لاين ستارت؟ ماني محصل اللغة. تمام، نبدأ اللعبة. ماني عارف كيف أغير اللغة، ما في لغة، ما في لغة، في الغالب انجليزي. ما اعرف ليش، انا على اساس انه في عربي. Why'd you kill the music? I think you know why. I don't think I do. زعلان انه ليش قفل الموسيقى. Like the L word? Voila. What is that? انا دحين اختار بين هذا وهذا. No, but seriously, what happened to the normal map? This is the normal map. The one on the phone. ايش يعني؟ Of course not. شكله كانوا ناسان اللي يسوق ذا ولا. Well, I guess they don't put summer camps on maps. Have you seen any signs for it? Hey, eyes. أقول لك الطريق قدامك. أيوة من جد. خلاص. خلاص. وي بيحضره بيحضره. Stop the car. أسوي إيش؟ أحرك إيش فيهم؟ واو! فين الشخص اللي كان ورا؟ Yeah, yeah. I mean, still in one piece. Jesus Christ, what do you think that was? A bear? What? Huh? No, no, Max, it wasn't a bear. What was it? I think it was a person. Lord, are you serious? الحين بيشوف خبط شخص ولا لا. Nothing. المفروض. Well, maybe it looks worse than it is. I should check out the damage before we try to start it up again, huh? Could you grab my the toolbox from the trunk? Yeah, okay. انا ما اتوقع هم خبطوا احد، خبطوا احد ما انتبه. انا كل بالي انه لفت السياره على اليسار وخرجت من الطريق. Thanks, huh? Yeah. Do you need a hand? Yeah, actually, if you could just shine a light right here. There you go. Perfect, thank you. The sooner we get out of here, the better. Just picture yourself curling up in front of a big old fire pit singing campfire sing-alongs. I don't think people curl up right in front of big old fire pits. Why not? They don't want to catch on fire. Then picture yourself curling up in front of a big old space heater. لا في أحد بيراقبهم، في أحد بيراقبهم، في أحد بيراقبهم. Well, anywhere is better than here. لسه يقول اجي هنا، في شيء هنا عند هذا الشيء اللي كان يراقبني. ايوه طب انا شفت شخص عادي، شخص عادي، بنت.
انتبهت ها؟ Where are you going? Just over here. Just stay there for a second, okay? I'm almost done. God, Max, hurry up. What's going on? I'm worried that there's somebody down there. Are you serious? Yeah, they could be hurt. I don't know. I didn't think we actually hit anything. Well, I don't know. I heard something, okay? With a woman. هي سمعت صوت بنت وهو يقول ما خلطنا احد. I just want to check it out. Okay. All right. Just don't go too far, okay? Be careful. واحد تروح لحالها؟ تبغى تشيك ايش فيه؟ بس ايش بالتصوير كذا سيء؟ مو الجرافيك اقصد يعني حركاتهم كذا ردة فعلهم للشيء زي هو كذا طالع تحت ما ادري كيف. يلا حيمشي وسيبها حتمشي وتسيبه يعني يلا ما حنخليها تموت خصوصا يعني بدايات الجيم ما راح نخليها تموت هذه مهمتنا انفجع من صوت غراب عارفين تخميني ايش يقول انا شفت شيء تحت زرير تخميني يقول انه حيحصل موقف هنا وحاشرد واجري وعبال ما اوصل للولد قد وصلح سيارة ونهرب بروكين كيج قفص سايلست دوغ بوي كلب بس هذا كلب كبير اقول لا تدخل يايكس ليه ما حطوا الورا وإيش يعني سايلس هذه الكلمة اللي تنقال يو ثاني يمكن اسمها احنا فين رايحين من اول بنمشي ايوه ايوه يا رب بطارية الجوال ما تخلص لانه مو وقته هذه سامعة أصوات متأكد إنها سامعة Where are you? أيوة هذا هو بسم الله بسم الله لا حد يطلع لا حد يطلع هو في حد يتكلم عند إذنها يلا 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 هذه مهمتي أنا الحين مهمتي انا اني انقذها ما اسوي ولا غلط ايش ده ما في اشياء مطلوب مني اسويها ايوه ايوه اوكي طب هذه اكيد على فوق بسيطه بسيط سهل ما في صعوبه what's wrong is everything alright holy shit what's going on what's going on There was noises all around me. Honey, 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 take a breath. It's okay. It's the woods. There's a lot of stuff out there. There's animals. It's easy to freak yourself out. No. لا لا لا. Can we just leave, please? Yeah, 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 yeah. Let's go. Okay. أصلاً مو مكان تهرجوا فيه. Yes, there we go. Purring like a kid. Max, come on. Here we go. Here we go. We're getting out of here.
يلا يلا على برا. ترى خربانة. ماكس. ترى 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 ترى. We've got to go, man. All right, you're not helping right now. Can you just... Yalla, yalla. I'm trying to get us out of here. All right, just... enough. Shit, I'm sorry, honey. I'm sorry. Yeah. It's okay. It's okay. Yalla, Bismillah. We're okay. We're safe in the car. Really, we're gonna be okay. Jeez. Oh. Fuck. Oh my. شرطة. خلاص هذا شخص عادي. Roll it down. بينقذهم. How are you doing this evening? Are either of you injured? Really, we're fine. We're just a little shaken up. بس عارفين هذا من ضمن الناس اللي يطلعوا أصوات ما أدري كيف المجرمين باختصار. بس الحين قاعد يساعدهم كأنه شخص عادي. Well, you folks want to tell me what happened here? Yeah. لا قول الحقيقة قول الحقيقة. We something jumped out right in front of the car and we didn't want to hit it, so we swerved and now here we are. Something jumped out. هو شوف عيونه تخوف ترى والله عيونه تخوف. It was drunk. نقول حيوان يمكن. An animal. You know, yeah. It's just it, don't know what kind. It was so fast and. Yeah. Well, it's most likely a deer. Computer. Sir. Keep the car running. Sir. Computer. الراجل آلي. It's kind of like the all-time scariest cop. I don't know. This is my first cop. What, like ever? Yeah, I'm not sure. عمر الشوف شرطي شارع كلها شرطة. جاب سيارة بيسحبهم. Now you folks want to tell me just what in the hell you are doing all the way out here this late at night. طيب مو مصدقهم فهم حيقولوا لنا احنا رايحين مكان يعني مدري فين. طيب ضيع الطريق ويقول احنا ضايعين فما احنا عارفين كيف نوصل للمكان اللي احنا رايحينه. You're not going to make it to Hackett's quarry. Not tonight. Harbinger Motel. It's the nearest place you can bunk up there for the night. يقول لهم ما حتوصل اليوم فروحوا الموتيل. I think we're just going to stick to the plan, sir. I mean, Mr. Hackett knows we're coming and we called ahead. No, ma'am, you're going to head to the Harbinger Motel. Do you understand? With all due respect, sir, why can't we go to Hackett's يقول لهم يروحوا للفندق. يروحوا للفندق. Okay, هم مصرين يقولوا لا. Ma'am, please step out of the vehicle. Whoa. What? Why? Officer, she didn't do anything. Ma'am, if you wouldn't mind stepping out of the vehicle, I would just like to show you a route on your map there. أوريك الخريطة. Son, remain in the vehicle. It's okay. It's okay. Okay. هو ما يطلع هي اللي تطلع. وي ايش المصيبة ذا؟ والله يخوف الشرطي ذا. اوكي. So we are right about here. Harbinger Motel is here. Right. احنا هنا والفندق هنا. Well, I'm sure the fine folks at the Harbinger Motel can guide you there. يروح الفندق. First thing in the morning. وش الشباب اللي هناك الفندق يعلمك الطريق. يعني روح الفندق روح الفندق روح الفندق القصة في الفندق الرعب كله في الفندق.
Harbinger Motel. Stay on the road. Watch out for potholes. Don't you need like a statement? Have a good night. يلا مع السلامة. نروح الفندق شكله. صراحة شي خوف. أنا مالي علاقة وخايف. Why is this guy just sitting there? شو جالس في السيارة ما يتحرك. All right. شو ما يمشي. Yes. بطل. فيديو. Agreed. So where's this motel? Okay, so we're here, mm-hmm. and the motel is here. Okay. But we're going here. What's there? Hackett's quarry. How'd you do that? I don't know. I kind of tricked him into showing me. Very slick. Are you sure we shouldn't just get to the motel and just listen to this guy's advice? Honey, you really want to listen to the advice of some creep-ass cop who told you to go to the creep-ass place? دحين هو جالسين يقولوا إحنا هنا والفندق هنا والمكان اللي إحنا بنروحه هنا ذا كواري. That's what I thought. Ma'am. قال لها كيف عرفتي؟ قالت استنتجت. Oh my god, if he called me ma'am one more time I was gonna shove that badge up his dick. Seriously, do I look like a ma'am to you? فين وصلوا؟ You gotta be kidding me. There's nobody here. We drive all the way the fuck out here. Max, can we just look around before we jump to conclusions? Did you actually even talk to Mr. Hackett or did you just leave a message? Well, what's the difference? This is the difference. وصل المكان اللي يبغوه ما في ولا احد المخيم ذا حقهم شكله مو هو ذا المخيم الحقيقي اللي يبغوه I mean clearly there's somebody here yeah or it's just an abandoned car and this is a complete waste why would there be an abandoned I'll be at the car Max come on Max don't be a dick I'm sorry ايش قال امشي قال حق اقعد في السيارة الظاهر او شيء زي كذا انا نمشي صوت اطفال في شخص شفت حركة يا بنت ملصق عيونك hey are you okay هرب I'll be right back I'm gonna get some help هرب هي تقول أنا حجيب Max مساعدة Max get over here what's going on there's somebody in the bunker I think they might be stuck is it Mr. Hackett I don't know just Bring some tools so we can break the law. Hey, I'm back. We're gonna get you out of there. Hey. ما حيلك واحد. I don't know. You just said tools. Why didn't you just bring? Look, there's someone in there. ما حيلك واحد. I'm not seeing anyone. What? No, look. I'm looking. I am. ما في أحد. There was definitely someone there. Okay. هيقول أنت مخرفة. Okay. So. خدي هذا وكسري بس. Have a time. You sure? It's gonna be super loud. طيب. خلنا ناخذ الثاني. Wrenches. أهم شيء ما نبغى صوت عالية عشان كذا كسر سريع You need a hand? Yeah قدر تكسر سريع بس هذا ما يطلع طيب ما في أحد لأنه منور المكان أحمر ننزل
You've seen the Evil Dead, right? Hello? Hello. Hello, والله. Are you hurt? Do you exist? هذا مو مصدقها. هي تقول انت انت بخير، هو يقول انت اصلا موجود. صح. حزام ما ادري ايش يطلع، بس شيء زي الحزام. IAN مكتوب فيها. ماكس، ايش اللي انا شفته؟ ايش ذا؟ عظم شيء ميت. بعدين فين وماكس ما يجي يشوف؟ Hun, maybe it was a possum or something. No, there was someone here, I swear. شاف. It's been kind of a night, you know? Let's just get to the motel. We can come back here first thing in the morning. We can check everything out, but I mean, you must be exhausted. I know I am. مو مصدقها. I think our imagination. Max. I mean, you must be exhausted. I know I am. مو مصدقها. I think our imagination. Max. 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 His blood. Help. كيف ما سمعت الصوت من اول؟ انا انفجعت، ما اعرف ارد، ما اتكلم. بينزف مره كثير. ليف ماكس، هيلب ماكس، هيلب. طبعا ما حسيبه. الكلب موجود هنا. باث تشوزن، يعني اخترت انا حركه اني انقذ واساعد، لان لو تركته يمكن يموت. في كلب موجود، ما ادري ايش المخلوق ذا موجود في ذا المكان. شوفوا رجله قاعد يساعد. يلا يا ها. العسكري. الشرط. Does this look like the goddamn Harbinger Motel to you? Every little movement, every little thing you do. إيش هذا؟ مات؟ طلق رصاص نار. قتل ذاك وودى هذه إبرة تخدير ولا ما أدري إيش تطلع. Does this look like a harbinger motel to you? إيش هذا؟ مات؟ طلق رصاص نار. قتل ذاك وودى هذه إبرة تخدير ولا ما أدري إيش تطلع. Does this look like a harbinger motel to you? Does this look like the goddamn Harbinger Motel